السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العلي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.